نشرة منتصف الليل من الميادين وتتابعون فيها. أن أمن البحر الأحمر وهدوء الجبهة في لبنان والوضع في العراق وكل تطورات المنطقة مرهونة بأمر واحد، وقف العدوان على غزة. السيد نصر الله يقول إن إسرائيل فشلت في تحقيق جميع أهدافها من العدوان على غزة، ويؤكد جاهزية المقاومة للرد، وأن إسرائيل هي من يجب أن تخشى الحرب. المقاومة الفلسطينية تمطر أسدود برشقة صاروخية وتواصل تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة على محاور غزة وتكبدها خسائر كبيرة. المقاومة الإسلامية في لبنان تشن عمليات ضد مواقع الاحتلال وتجمعات جنوده وتجهيزاته، ومقتل إسرائيليين في كفر يوفال بينهما قائد مجموعة الجاهزية فيها. والمقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف القوات الأمريكية في قاعدتي خراب الجير وكونيكو في سوريا وقاعدة مطار أربيل شمال العراق. عدوان أمريكي بريطاني جديد يستهدف جبل جدع في مديرية اللحية في محافظة الحديدة غرب اليمن، وطهران تشيد بدور صنعاء في حماية أهل غزة. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن تل أبيب فشلت في تحقيق أي من أهدافها المعلنة أو الضمنية في عدوانها على غزة باعتراف الإسرائيليين وإجماعهم. وفشل في تحقيق الأهداف المعلنة وشبه المعلنة والضمنية، لأنه في أهداف معلنة. أهداف المعلنة ثلاثة: القضاء على حماس وحكومة حماس، استعادة الأسرى الإسرائيليين، وأن لا تبقى قطاع غزة، أن لا تبقى فيه إمكانية تهديد لأمن كيان العدو في المستقبل. هاي الأهداف المعلنة. لكن في الأهداف الضمنية أو شبه المعلنة: تهجير أهل غزة. من الأهداف الضمنية وشبه المعلنة: احتلال غزة، تدمير غزة، تحويل غزة إلى شاطئ لسكان مستوطنات غلاف غزة. بالحد الأدنى السيطرة على غزة والسيطرة الأمنية الكاملة على طول الخط. هذه أهداف شبه معلنة. لكن لا في الأهداف المعلنة ولا في الأهداف شبه المعلنة استطاع أن يحقق شيئا على الإطلاق باعتراف الإسرائيليين أيضا. يعني أنا بهمني كتير ضل أقول باعتراف الإسرائيليين، بإجماع الإسرائيليين. السيد نصر الله قال في كلمة له خلال الاحتفال التكريمي للشهيد وسام طويل إنه إذا استمر المسار الحالي على جبهات غزة والضفة ولبنان واليمن والعراق، فإن حكومة الاحتلال ستقبل بشروط المقاومة في غزة وبالوصول إلى وقف العدوان والذهاب إلى التفاوض، وفي نهاية المطاف سيعني ذلك النصر الموعود. هذا المسار إذا استمر إن شاء الله، سواء في غزة أو في الضفة أو في اليمن أو في لبنان أو في العراق، لأنه حيحكي عن محور المقاومة قليلا أيضا، سوف يوصل إلى نتيجة واضحة، وهي أن حكومة العدو لن تجد أمامها سبيلا آخر سوى القبول بشروط المقاومة في غزة، وبالتالي الوصول إلى نقطة إعلان وقف كامل للعدوان على غزة والذهاب إلى التفاوض لمعالجة الملفات من خلال التفاوض. وهذا سيعني في نهاية المطاف النصر الموعود الذي تحدثنا عنه طويلا ونتطلع إليه كثيرا، وهو وعد الله عز وجل، والله لا يخلف الميعاد. السيد نصر الله قال إن أي أمل باستعادة الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة انتهى لدى عائلاتهم. أي أمل باستعادة الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة انتهى. الواضح أمام عائلاتهم ومن يتضامن معهم أنهم إما أن يعودوا أحياء بالتبادل، وإما أن يعودوا جثامين في التوابيت، وأما أن يصبحوا مفقودي الأثر كون أراد، الذي هو اليوم يعني صورته تنتشر في كل مجتمع الكيان.
ولذلك هذا الرأي العام المساند بحزم لمواصلة الحرب بدأ يتراجع ويتراجع بقوة، ومن المتوقع في الأيام والأسابيع المقبلة أن ينحدر نزولا، لأنه صار عندهم وضوح أن قيادة نتنياهو غير كفوءة وغير قادرة على إنجاز شيء في هذه الحرب. السيد نصر الله رد على التهديد الإسرائيلي بشأن حرب على لبنان أو بشأن حرب على لبنان بتأكيده جاهزية المقاومة للقتال بلا أسقف أو حدود، مشيرا إلى أن إسرائيل هي التي عليها أن تخشى من الحرب لا لبنان. في موضوع أنه والله بيوجهوا لكم ضربة واسعة، ليش نحن يعني ميتين، نحن نايمين، نحن ما بنعمل رد فعل، نحن بنسكت، هذا مش وارد. أنه نعمل عليكم حرب؟ أيها الإخوة والأخوات، الذي يجب أن يخشى من الحرب، الذي يجب أن يخاف من الحرب هو إسرائيل، حكومة العدو وشعب العدو ومستوطنو العدو. كلهم كانوا في الأيام الأولى في حالة رعب شديد وخشية كبرى من أن يذهب حزب الله إلى الحرب في الأيام الأولى، ولكن كان لنا قرارنا وحسياتنا التي شرحنا ووضحنا وبينا وذهبنا إلى هذه الجبهة. لكن نحن منذ 99 يوما نحن جاهزون الحرب، لا نخافها، لا نخشاها، لن نتردد فيها، وسنقبل عليها، وكما قلت سنقاتل فيها بلا أسقف وبلا ضوابط وبلا حدود. والأمريكي الذي يحاول أن يقدم نفسه خائفا على لبنان أو حريصا على لبنان عليه أن يخاف على أداته في المنطقة، على قاعدته العسكرية في إسرائيل. السيد نصر الله أكد أن 18 صاروخ كورنت أصابت أهدافها في قاعدة ميرون الجوية خلال العملية الأخيرة التي نفذتها المقاومة، مؤكدا وجود إصابات بشرية خلال العملية لكن الاحتلال يتكتم عليها. المقاومة أيها الإخوة والأخوات أطلقت 62 صاروخ، 40 صاروخ كاتيوشا، هو بالحقيقة الإشغال اللي تعرفوا الكاتيوشا مش صاروخ دقيق لكن بيروح على مساحات واسعة، و22 صاروخ كورنيت خاص من المدى الجديد. أنا أؤكد لكم هلأ في 2 أو 3 شفتوهم وقعوا قريبين من الموقع ومع ذلك نزلوا بالفيديو للشفافية، ولكن أؤكد لكم أنه 18 صاروخ كورنيت أصابوا الأهداف في قاعدة ميرون. نحن معلوماتنا الخاصة تؤكد وجود إصابات بشرية في قاعدة ميرون. في الاستهداف الثاني لمقر قيادة المنطقة الشمالية في صفد، لولا أنه بقلب القاعدة في عسكر صوروا خليوي، وبقلب مدينة صفد في مستوطنين صوروا خليوي، لكان العدو سيقول أن المسيرات سقطت في مناطق مفتوحة ولم تصب القاعدة، ولكنه اضطر إلى الاعتراف بأن عدد من مسيرات المقاومة سقطت في تلك القاعدة ونشرت الرعب في القاعدة وفي جوارها. السيد نصر الله قال إن العدوان الأمريكي على اليمن حماقة، وأكد أن اليمن لن يتوقف عن مساندة غزة. في موضوع اليمن، العدوان الأخير هو في الحقيقة يمثل حماقة أمريكية وبريطانية وتناقض أمريكي. يعني بالوقت الأمريكي اللي بيجي بيقول لك، حاضر بأمثلة للتناقض، بيقول لك هو ليس مع توسعة الحرب، هو يذهب ويوسع الحرب، هو يطلب من كل دول العالم ومن مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ومن دول إقليمية المساعدة على عدم توسعة الحرب فيذهب هو ليوسع الحرب. هذا تناقض، وأيضا هذه حماقة. إذا كان بايدن ومن معه يظنون أن اليمنيين سيتوقفون عن مساندة غزة في البحر الأحمر فهم مخطئون مشتبهون وجاهلون جهلة. السيد نصر الله قال إن كل تطورات المنطقة مرهونة بوقف العدوان على غزة ومن بعدها لكل حادث حديث. جبهة لبنان إنما كانت هذه الجبهة من أجل دعم غزة ومساندة غزة والوقوف إلى جانب غزة، وهدفها وقف العدوان على غزة.
فليقف العدوان على غزة، وبعد ذلك فيما يتعلق بلبنان لكل حادث حديث. العراقيون يقولون فليقف العدوان على غزة وبعد ذلك لكل حادث حديث. اليمنيون يقولون نفس الشيء. لو كان الأمريكي عنده عقل وبيستوعب وبيفهم ومش عنصري ومستكبر ومستعلي، هو يفهم جيدا أن أمن البحر الأحمر وهدوء الجبهة في لبنان والوضع في العراق وكل تطورات المنطقة مرهونة بأمر واحد، وقف العدوان على غزة. أنت جاي تعالج النتائج والتداعيات، روح عالج السبب. وفي نهاية المطاف أمريكا وبريطانيا وإسرائيل وكل الدنيا سيجدون أنفسهم أمام حقيقة واحدة سيسمعونها في لبنان وسوريا والعراق وإيران واليمن وفلسطين وغزة والضفة وفي كل منطقة ومكان فيه للمقاومة صوت وبندقية: أوقفوا العدوان على غزة قبل كل شيء وبعد ذلك لكل حادث حديث. إذن في اليوم 100 للعدوان على قطاع غزة، تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات الاحتلال على محاور عديدة في القطاع من الجنوب إلى الشمال مرورا بالوسط. كتائب القسام أعلنت استهداف قوات إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. كما أعلنت أن مجاهديها تمكنوا فجر اليوم من استهداف دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105 والاشتباك مع قوة إسرائيلية خاصة بالأسلحة الرشاشة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. بسم الله بسم الله بسم الله يا رب، دبابة دبابة يا رب سدد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. كتائب القسام نشرت مشاهد من التحام مجاهديها مع جنود العدو وآلياته في مخيم البريج وسط قطاع غزة. لا مجاهدي كتيبة البريج إهداء لمخيم القادة، مخيم الدكتور إبراهيم المقادمة، قائد اللواء أيمن نوفل، القائد القسام الكبير مروان عيسى. ولا جبان طلع منها، ولا جبان طلع من الألية. إن شاء الله يكون صح. الله أكبر. القسام نشرت أيضا مشاهد للرشقة الصاروخية الأخيرة التي استهدفت بها مدينة أسدود المحتلة. وفي ملف الأسرى الإسرائيليين، نشرت كتائب القسام فيديو ترويجيا تحت عنوان: انتظروا غدا سنخبركم بمصيرهم، حكومتكم تكذب.
אני נועה גמני, בת 26 מבאר שבע. שמי יוסי שרעבי, אני בן 53. אני איתי סבירסקי, בן 38 מתל אביב. תראו את הטירוף הזה, תחזירו אותנו למשפחות שלנו. נתניהו, בבקשה, תעצור את המלחמה. תחזיר אותנו הביתה. וזה חייבים לעצור עכשיו את המלחמה. أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن الاحتلال يهدد مصير أسراه لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، محملا الإسرائيليين مسؤولية ما سيحصل للأسرى من جراء استمرار العدوان على القطاع. أما فيما يتعلق بموضوع الأسرى الصهاينة، فنريد أن نقول إن مصير العديد من أسرى ومحتجزي العدو بات خلال الأسابيع الأخيرة مجهولا. أما الباقون فهم جميعا دخلوا نفق المجهول بفعل العدوان الصهيوني، وعلى الأغلب سيكون العديد منهم قد قتل مؤخرا، فيما لا يزال الباقون في خطر داهم وكبير كل ساعة. وقيادة العدو وجيشه يتحملان كامل المسؤولية عن هذا الملف. أبو عبيدة دعا المجاهدين في فلسطين كافة ومعهم مقاتلو الأمة إلى التقاط ما وصفه باللحظة التاريخية التي تمهد لزوال كيان إسرائيل، وكشف أن جبهات المقاومة ستصعد هجماتها على الاحتلال. وإننا إذ أبلغنا من جهات عدة في جبهات المقاومة بأنهم سيوسعون ضرباتهم للعدو في قابل الأيام في ظل استمرار العدوان على غزة، فإننا لن نكل ولن نمل في دعوة كل أحرار الأمة أن يهبوا لنصرة أقصاهم ومسرى نبيهم الذي يسير الصهاينة المجرمون في خطوات عملية لهدمه وإقامة هيكلهم، وهو ما أخرناه بدمائنا في غزة منذ 100 يوم، ولأجله كانت ملحمة 7 أكتوبر. ومن رفح مشاهدينا ينضم إلينا الصحفي علم الصباح، أهلا بك معنا علم. إذا ماذا في آخر تطورات علم على مستوى قطاع غزة، وتحديدا في رفح التي تتجه إليها الأنظار في هذه الفترة في ظل استمرار الحديث الإسرائيلي عن محاولات السيطرة على محور فيلادلفيا؟ نعم، يعني لا زال القصف المدفعي متواصل على شرق مدينة رفح، أيضا يسمع بين الحين والآخر صوت إطلاق نار على ما يبدو هي أيضا من الممكن أن تكون الشبكات في المناطق الشرقية لمدينة رفح وربما حتى مدينة خان يونس، ولكن بالمجمل هناك قصف مدفعي على المناطق الشرقية لمدينة رفح. أما بالحديث يعني عن تحدث رئيس الاحتلال أو رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن إمكانية احتلال محور فيلادلفيا، لكن يعني حتى الوقت أو حتى هذا الوقت أو حتى هذه الساعة لحتى الآن لا يوجد أي توغل من قبل آليات الاحتلال باتجاه محور فيلادلفيا أو باتجاه المنطقة الحدودية بين الأراضي الفلسطينية والأراضي المصرية، خلافا عما تحدث به نتنياهو في الأيام السابقة. أما بالحديث أيضا عن أماكن أخرى من قطاع غزة، قبل لحظات سمع دويا انفجارات عنيفة في منطقة شمال قطاع غزة، هي بالطبع ناتجة عن تجدد للغارات الإسرائيلية العنيفة والأحزمة النارية العنيفة على شمال قطاع غزة. أيضا القصف المدفعي لم يتوقف على مدينة خان يونس، حتى وسط مدينة خان يونس قبل قليل كان هناك قصف مدفعي عنيف وغارات إسرائيلية عنيفة. نتحدث عن دخولنا في اليوم الرابع لقطع الاتصالات عن قطاع غزة بشكل كامل. أيضا القصف لم يتوقف على مخيم المغازي، حيث قبل قليل قصفت المدفعية الإسرائيلية بجوار مدرسة للنازحين في مخيم المغازي. حتى الآن لا أحد يستطيع معرفة ما هي حجم الإصابات أو ربما الشهداء نتيجة قطع الاتصال بشكل كامل، وربما أيضا نتيجة أيضا عدم تمكن الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني من الوصول إلى أماكن الاستهداف، إذ أن الاحتلال يستهدف جميع من يستطيع الوصول إلى أماكن الإصابات أو حتى أماكن الاستهداف والقصف الإسرائيلي. أيضا المنطقة الوسطى، نتحدث عن منطقة دير البلح أو ربما النصيرات أو ربما البريج، لا زال القصف المدفعي أيضا متواصل والغارات الإسرائيلية متواصلة. الأخبار من هناك شحيحة جدا نتيجة قطع الاتصال عن قطاع غزة وعدم
أيضا معرفتنا ما يحدث هناك وعدم حتى إمكانية التواصل مع الزملاء الصحفيين الذين يتواجدون سواء في دير البلح أو حتى في المغازي أو حتى في مدينة خان يونس وهي المدينة المجاورة لمدينة رفح، حيث نسمع القصف المتواصل، نسمع الأحزمة النارية الكبيرة التي يقوم الاحتلال بشنها على مدينة خان يونس. أيضا كان هناك قبل وقت قصير اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في محور وسط مدينة خان يونس، تخلل هذه الاشتباكات أصوات انفجارات كبيرة، من الممكن أن تكون قصف مدفعي وأيضا من الممكن أن تكون عبارة عن استهداف المقاومة الفلسطينية لآليات الاحتلال المتمركزة والمتوغلة إلى محور وسط مدينة خان يونس. ولكن بالمجمل القصف المدفعي متواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة، لا سيما المناطق الشمالية والمناطق الوسطى وحتى المناطق الجنوبية. أيضا الطائرات الإسرائيلية لا زالت تشن أعنف غاراتها على قطاع غزة وعلى مناطق متفرقة، أيضا حتى البوارج الحربية الإسرائيلية المتمركزة في وسط بحر سواحل قطاع غزة أيضا بين الحين والآخر تشن عدة غارات وعدة استهدافات على سواحل المناطق الجنوبية وحتى المناطق الوسطى. بالمجمل لازال القصف متواصل سواء من البوارج الحربية الإسرائيلية أو حتى المدفعية الإسرائيلية أو حتى الطائرات الحربية، بالتزامن طبعا مع تحليق مكثف للطائرات الاستطلاعية المحملة بالصواريخ وطائرات كواد كابتر التي بعضها يقوم بإطلاق النار على المواطنين كما حصل في الأيام السابقة في محيط مشفى شهداء الأقصى أو حتى في محيط مشفى ناصر في مدينة خان يونس. أيضا الطائرات الحربية تحلق بشكل منخفض جدا وبشكل مغير جدا حتى الآن، هذا على صعيد القصف الإسرائيلي والأمور الميدانية. ولكن عند الحديث أيضا عن رفح أو بالعودة إلى رفح بالحديث عن معبر رفح البري، بالأمس الأحد كان هناك خروج لعدد قليل من الجرحى الفلسطينيين الذي وافقت مصر والذي حتى وافق الاحتلال على خروجهم من قطاع غزة للعلاج في الخارج. أيضا حركة المساعدات والمواد الإغاثية لازالت مستمرة ولكن بوتيرة قليلة جدا، وبالطبع هي لا تلبي أدنى احتياجات قطاع غزة. هذه مجمل الأحداث يعني حتى الآن من قطاع غزة بشكل عام. ونشكرك على هذا المجمل عالم الصباح الصحفي الفلسطيني، كنت معنا مباشرة من رفح في قطاع غزة. في غضون ذلك تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن عودة السيطرة العسكرية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي على شمالي قطاع غزة. الإعلام الإسرائيلي ذكر أن 50% من شمالي قطاع بات تحت سيطرة فصائل المقاومة الفلسطينية، وذلك بعدما كانت الفصائل تسيطر قبل أسبوعين على 30% من مساحته فقط. الإعلام الإسرائيلي أكد أن حركة حماس تعود بالتدريج إلى الإمساك بزمام تسيير الأمور في شمالي القطاع وأن كوادرها يمارسون عملهم هناك. أعلنت كتائب شهداء الأقصى إنشاءها المجلس العسكري في فلسطين وخارجها ومخيمات الشتات تحت قيادة قادة عسكريين. وفي بيان أكدت الكتائب الوقوف إلى جانب الكتائب المسلحة كافة والمقاومة في اليمن والعراق ولبنان ومخيمات الشتات حتى الرمق الأخير، ودعت جميع الفصائل الحزبية والوطنية والسياسية إلى الوحدة لمواجهة العدوان الإسرائيلي. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد الشهداء والجرحى منذ بداية العدوان الإسرائيلي إلى 31,000 شهيد وأكثر من 60,000 مصاب. وفي بيان نكد المكتب الإعلامي أن الاحتلال ارتكب خلال 100 يوم من العدوان 2000 مجزرة، فيما وصل عدد الشهداء من الطواقم الطبية إلى 337 و45 شهيدا من الدفاع المدني و117 من الصحفيين. وأشار إلى إصابة أكثر من 400,000 نازح بالأمراض المعدية نتيجة ظروف النزوح الصعبة. المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني قال بمناسبة مرور 100 يوم على العدوان إن 100 يوم الماضية كانت بمنزلة 100 عام لسكان غزة. شدد على أن الفلسطينيين تعرضوا لأكبر تهجير منذ عام 1948 بسبب القصف، مشيرا إلى أن أغلبية سكان غزة ستحمل الجروح الجسدية والنفسية الناجمة عن الهجمات مدى الحياة. ولفت لازاريني إلى أن أكثر من 1,400,000 شخص
لجأوا إلى ملاجئ الأونروا واضطروا إلى العيش في ظروف غير إنسانية، وقال: جسامة الموت والدمار والتهجير والجوع خلال 100 يوم تلطخ إنسانيتنا المشتركة. لم تسلم المقار الحكومية في قطاع غزة والمرافق التعليمية والصروح الدينية من الغارات الإسرائيلية، ولا سيما في شمال غزة. الزميل محمود العوضية جال في منطقة تل الهوى وعاد بالتقرير الآتي. نحن هنا في منطقة تل الهوى بمدينة غزة، تحديدا في مفترق المالية ومفترق المؤسسات التابعة للحكومة الفلسطينية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل. هذه المنطقة أيضا تطل على الجامعات ومبنى الجامعات الإسلامية والأزهر وغيرها، دمرها الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل كما نرى في الصورة وكما نرى في المشهد. وش بدها تسوي؟ ما أنت شايف الدمار الهائل اللي قدامك. احنا متشردين يا عمي، واحنا بنشتغل هان، هذا الرجال شغال هان وانا شغال هان، شغلنا وقف، حالنا وقف، بنايه حتى اللي بنسكن فيها راحت، متهجرين من دار لدار لدار، مره في التفاح، مره في الثلاثيني، مره في الصبره، مره بننام في الشارع. الله يكون بعوننا وبعون الجميع يا رب. الحال الاقتصادي كله تنحرق، انعدم، والسكن انعدم، والجامعات انعدمت، المدارس انعدمت. الاشي واضح قدام الجميع، حسبي الله ونعم الوكيل. زي ما انتم شايفين دمار، يعني الاحتلال ما سابش اي منطقه الا وعمل عمايله. ان شاء الله حنرجع اقوى من هيك، حترجع بلادنا احسن ان شاء الله بعزمتنا وقوتنا. يأبى الاحتلال الإسرائيلي هنا في غزة إلا أن يترك خلفه آثارا مدمرة جراء دخوله لتلك المناطق التي اقتحمها خلال هذه الحرب الشرسة على قطاع غزة. لم يدع شيء من عدوانه ومن غطرسته وغطرسة آلياته العسكرية، المؤسسات، الجامعات التعليمية، منازل المواطنين، الأماكن السياحية، كل تلك المناطق دمرها الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل. محمود العوضية، شمال غزة، الميادين. مئات الآلاف من الفلسطينيين شردتهم آلة الحرب الإسرائيلية إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة قصرا، فهم يعيشون ظروفا قاهرة وازدحاما دفع سكان المدينة إلى إقامة خيام لعائلاتهم فوق ركام المنازل التي دمرها الاحتلال. أكرم دلول. أكثر من 1,300,000 فلسطيني يعيشون في مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة. العدد الأكبر منهم من النازحين الذين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء من دون أدنى مقومات الحياة، ما اضطر البعض منهم إلى إقامة خيامهم على أنقاض هذه المنازل التي دمرتها آلة الحرب الإسرائيلية. انضرب البيت، طلعنا زي ما احنا بوعينا، لا لابسين ولا حاجة، ولا عندنا مكان نروح ولا مكان نيجي. نصبنا الخيام فوق المبنى، نصبنا الخيام وعايشين. السقعة كتلانا، المطر أجانا، إيش بدك؟ فيش، كله سقعة في سقعة، وضع صعب، وضع صعب صعب اللي احنا عايشينه الحين. فيش حرامات، فيش ملابس، فيش حاجة. يعني أنا هدول والله شحتن شحدة، أنا ضارن ضربة هنا، أنا هلا شحتو شحدة اللي لابسه. يعني أنا ما فيش، رحت بدشت مش لاقي، ما فيش فيش. هو مسلسل عدواني إسرائيلي مستمر، هدفه الضغط على الحاضنة الشعبية للمقاومة لا أكثر، يقول الفلسطينيون الذين ينددون بهذا العدوان ويؤكدون أنهم صامدون فوق أرضهم رغم البطش والدمار. صامدين صامدين لآخر لحظة، ولا نتعدى السلك، لن نتعدى حدود غزة، وإن شاء الله هذا أكثر حاجة عندي أقولها، واجعلنا من عباد الله الصامدين، ونطلب من الله أن يفك عنا هالغمة وينصرنا على القوم الكافرين. هي جرائم حرب مكتملة الأركان ما زالت تصعدها إسرائيل على مرأى العالم، وفق ما يرى هؤلاء الفلسطينيون الذين ينددون بما يجري ويعتبرون الصمت الدولي حياله جريمة لا ينبغي أن تستمر. فإسرائيل لم تكتفي بتدمير منازل الآمنين، بل لجأت إلى تصعيد سياساتها
في تشريدهم من مكان إلى مكان. أكرم دلول، غزة، الميادين. استشهد 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مدينة الخليل وفي رام الله وفي أريحة في الضفة الغربية المحتلة وفق وزارة الصحة الفلسطينية. إلى هذا اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الظاهرية جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية. وللاطلاع أكثر مشاهدينا على تطورات الأوضاع في الضفة الغربية ينضم إلينا من جنين الصحفي محمد العبد. أهلا بك معنا محمد. إذن كيف هو الوضع الآن في الضفة الغربية، خاصة أنه آخر المعطيات تشير بأن قوات الاحتلال اقتحمت قلقيلية؟ نعم، بالفعل في هذه الأثناء قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية من المدخل الشرقي، وأنباء أولية عن اندلاع اشتباكات مسلحة مع مجموعة من المقاومين وتصديهم لقوات الاحتلال المقتحمة لمدينة قلقيلية. أيضا في هذه الأثناء هناك اقتحام واسع ينفذه جيش الاحتلال لمخيم عين السلطان بمدينة أريحة. هذا المخيم الذي شهد عصر هذا اليوم اقتحاما آخر، ارتقى خلاله أحد شبان المخيم شهيدا. في تفاصيل هذا الحدث، قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عين السلطان وقامت بإطلاق النار بشكل عشوائي. الشاب لؤي الصوفي 16 عاما قدم من الأردن قبل عدة أيام بحضور حفل زفاف شقيقته. أثناء خروجه من محل حلاقة تفاجأ بإطلاق جيش الاحتلال النار تجاهه، ما أدى إلى استشهاده على الفور بعد أن أصيب برصاصة متفجرة في القلب أدت إلى تهتك واسع. تم تشييع جثمان الشهيد عصر هذا اليوم في مخيم عين السلطان. في جنوب الضفة الغربية في مدينة الخليل وبالتحديد في بلدة سعير تم تسليم جثماني الشهيدين أحمد جبرين وجلال جبرين اللذين التقيا برصاص جيش الاحتلال قرب إحدى المستوطنات المقامة على أراضي بلدة سعير بعد أن نفذا عملية إطلاق نار تجاه حراس أمن هذه المستوطنة. قوات الاحتلال عقب ذلك استدعت عددا من ذوي الشهيدين وحققت معهما لنحو 5 ساعات ثم تم الإفراج عنهما. في بلدتي السعير والشيوخ تم الإعلان عن إضراب شامل ليوم غد تزامنا مع موعد تشييع جثماني الشهيدين بعد صلاة ظهر يوم غد. أيضا في مدينة رام الله مساء هذا اليوم قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه الشابين سليمان كنعان والشاب خالد حميدات بزعم محاولتهما إلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة تجاه مستوطنة بيت إيل شمال مدينة رام الله، ما أدى إلى استشهادهما على الفور. الشهيد سليمان كنعان تم استلامه من الإسعاف الفلسطيني، لكن الشهيد خالد حميدات تم احتجاز جثمانه لدى قوات الاحتلال ليرتفع بذلك عدد الشهداء المحتجز جثامينهم لدى الاحتلال إلى 458 شهيدا. الشهيد سليمان كنعان سيتم تشييع جثمانه يوم غدا في بلدة بير زيت تزامنا أيضا مع إضراب شامل أعلنت عنه الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية. ويبدو محمد يعني بحسب المعلومات الواردة الآن من الضفة الغربية إنه الأمور تتطور بشكل كبير، لأن هناك معلومات بأن المستوطنين أيضا يهاجمون منزلا على أطراف قرية بورين جنوب نابلس. هناك أيضا معلومات عن أن قوات الاحتلال تقتحم قرية بيتين شرق رام الله. أيضا ما دقة هذه المعلومات التي يتم تناقلها الآن، خاصة أن هناك أيضا كلام عن إطلاق نار يستهدف مستوطنة كرمي تسور المقامة على أراضي بلدة بيت أمر شمال الخليل؟ نعم، يعني في بلدة بيتين شمال مدينة رام الله والقريبة جدا من موقع إطلاق النار على الشابين مساء هذا اليوم، في هذه الأثناء قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم البلدة وتطلق قنابل الصوت بشكل كثيف. حتى هذه اللحظة تم اعتقال الشاب إبراهيم جرابعة من البلدة، وهناك يبدو حملة اعتقالات لا زالت مستمرة في مختلف أنحاء هذه البلدة. نذكر بأن بلدة بيتين
تم إغلاق مدخلها الرئيسي منذ 7 أكتوبر ولا زال مغلقا حتى هذه اللحظة. أيضا في بلدة بورين كما تفضلت في جنوب غرب مدينة نابلس، هذه البلدة المحاذية لمستوطنة يتسهار، في هذه الأثناء مجموعات من المستوطنين من هذه المستوطنة يهاجمون المنازل في أطراف البلدة والمنطقة القريبة من هذه المستوطنة. طبعا كل هذه الاعتداءات تتم بحماية ومساندة من قبل قوات الاحتلال التي توفر حماية دائمة لهؤلاء المستوطنين. فيما يتعلق بإطلاق النار تجاه مستوطنة كرمة سور في منطقة شمال الخليل، يعني هناك كتيبة الرد السريع في بيت أمر تبنت قبل قليل عملية إطلاق نار تجاه هذه المستوطنة. نذكر بأن هناك يعني عمليات إطلاق نار شبه يومية تجاه هذه المستوطنة تتم من بلدة بيت أمر. أيضا جدير بالذكر هنا أن هناك توسع واضح في أعمال المقاومة في جنوب الضفة الغربية المحتلة، نتحدث عن 3 عمليات إطلاق نار خلال 3 أيام، نتحدث عن اقتحام مستوطنة أدورة واليوم اقتحام مستوطنة شمال بلدة سعير، وقبل قليل إطلاق نار اتجاه مستوطنة كرمة سور على أراضي بيت أمر. شكرا جزيلا لك محمد العبد الصحفي الفلسطيني، حدثتنا مباشرة عبر الهاتف من جنين. إلى لبنان، حيث نفذت المقاومة الإسلامية 6 عمليات ضد مواقع الاحتلال وتجمعات جنوده وتجهيزاته التجسسية، مؤكدة تحقيق إصابات بين قتيل وجريح. المقاومة أكدت استهداف مجاهديها قوة عسكرية لجيش الاحتلال في مستوطنة كفريوفال بالأسلحة المناسبة، وأشارت المقاومة في بيان إلى أن الاستهداف بالأسلحة المناسبة أدى إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف القوة بين قتيل وجريح. وسائل إعلام إسرائيلية أكدت من جهتها وقوع قتيلين من جراء الهجوم، أحدهما قائد مجموعة الجاهزية في المستوطنة. إلى ذلك، أعلنت المقاومة الإسلامية أن مجاهديها استهدفوا مرابض مدفعية الاحتلال في خربة ماعر بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة، كما استهدفوا تجمعا لجنود الاحتلال في محيط موقع حدب يارون، واستهدفوا موقع بركة ريشة والتجهيزات التجسسية المستحدثة في محيط موقع المطلي ومحيط موقع المرج التابع للاحتلال بالأسلحة الصاروخية، وأكدت تحقيق إصابات مباشرة. نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على بلدتي كفركلا في القطاع الشرقي وصدقين في القطاع الغربي من جنوب لبنان. مراسل الميادين أفاد بأن غارات إسرائيلية استهدفت كذلك منطقة جبل صافي جنوب البلاد، موضحا أن 6 غارات جوية نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية في مرتفعات إقليم التفاح والريحان. يأتي ذلك فيما تواصل الطائرات المسيرة تحليقها في أجواء المنطقة. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف 3 قواعد للقوات الأمريكية في العراق وسوريا بالصواريخ والطائرات المسيرة. المقاومة الإسلامية في العراق أشارت في بيان إلى أن القواعد المستهدفة هي قاعدة خراب الجير وقاعدة كونيكو في سوريا وقاعدة مطار أربيل شمال البلاد. في عدوان جديد على اليمن، استهدفت الطائرات الأمريكية والبريطانية جبل جدع بمديرية اللحية بمحافظة الحديدة وفق ما أفادت وكالة سبأ. الوكالة أشارت إلى تحليق مكثف للطائرات الحربية والتجسسية الأمريكية في سماء محافظة الحديدة. هذا وكانت القوات الأمريكية البريطانية قد شنت سابقا عددا من الهجمات استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة. أدان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي العدوان الأمريكي على اليمن، مؤكدا أنه كشف حقيقة أمريكا المجرمة والمعادية لحقوق الإنسان. وخلال اتصال هاتفي برئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط، ثمن رئيسي شجاعة الشعب اليمني لحماية أهل غزة. بدوره أكد المشاط ثبات موقف اليمن في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وحماية الشعب الفلسطيني، وأمل أن تستخدم الأمة الإسلامية قدراتها لتبيين الحقائق بشأن جرائم الاحتلال ضد البشرية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على إعادة جميع المستوطنين إلى منازلهم، مؤكدا أن الحرب ستستغرق أشهرا عديدة.
نحن لا نستسلم لأحد، نبذل قصارى جهدنا لإعادة الجميع إلى منازلهم، وأؤكد إعادة الجميع بلا استثناء. تستمر هذه الجهود طوال الوقت، حتى في هذه اللحظات سنكملها في الوقت الذي نكمل فيه أهداف الحرب الأخرى. ومن الأمور التي أصبحت واضحة بلا شك أننا يجب أن نخوض هذه الحرب، وسوف تستغرق أشهرا عديدة أخرى. لهذا السبب نحضر اليوم ميزانية الحرب. هذه الميزانية سنوية بالفعل، لكنها ميزانية سنة عندما تكون لدينا حرب، وهذا يتطلب منا أن ننفق على الأمن أكثر بكثير مما خططنا له. كشف موقع أكسيوس أن آخر مرة تحدث فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو كانت في 23 من الشهر الفائت، وأنهاها بايدن بالقول هذه المحادثة انتهت. الموقع نقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن صبر الرئيس جو بايدن بدأ ينفد من نتنياهو، وإن واشنطن قلقة من أن إسرائيل لن تلتزم بجدولها للانتقال إلى عمليات أقل حدة في غزة، وبسبب عدم رغبة نتنياهو في مناقشة خطط اليوم التالي للحرب بجدية. كما أشار إلى وجود إحباط متزايد لدى واشنطن تجاه نتنياهو ورفضه لمعظم الطلبات الأمريكية بشأن غزة. للحديث أكثر مشاهدينا عن موضوع ما يتم الحديث عنه في بعض الإعلام الأمريكي عن هذا الخلاف بين نتنياهو وبايدن، ينضم إلينا مدير مكتب الميادين في واشنطن منذر سليمان. إذا منذر، ما حقيقة ما نشره موقع أكسيوس؟ وإذا كان الأمر كما يتحدث الموقع، ما سبب الخلافات بين نتنياهو وبايدن حتى تصل إلى درجة بأن يغلق بايدن الهاتف بوجه نتنياهو؟ يعني لو عدنا إلى زيارة بايدن على فكرة ودققنا حتى بالصورة لوجدنا أنه حتى هذا العناق الذي تم هو تم عناقا فاترا، وكان نتنياهو يتقدم على وبسرعة حاول التفلت منه بايدن وتوجه نحو مصافحة شخص آخر. أعيد المشاهدين بالذكرى إلى هذا الأمر لأدلل أنه أصلا العلاقات كانت فاترة وباردة، ولم يهب بايدن للذهاب هناك لسواد عيون نتنياهو، إنما وجد أن الكيان كله في حالة انهيار ورغب في أن يحاول إصلاح ما يمكن إصلاحه، وتم الموافقة على تكوين مجلس الحرب، و هذا المجلس الحرب دخلت فيه يعني نوع من الوحدة الوطنية الإسرائيلية وكان بإعاز أمريكي. ولكن في كل الزيارات الأمريكية للمسؤولين تم اللقاء مع العديد من الأشخاص بشكل منفرد، حتى من مؤيدي يعني غانتس تم اللقاء معه بشكل منفرد، تم اللقاء مع غالنت وزير الحرب، تم اللقاء مع لابيد أيضا، عدا عن زيارات أيضا إلى واشنطن. إذن كان هناك من الأساس توجس، خاصة بعد إعلان واشنطن وبايدن بأن هناك متطرفين في الحكومة الإسرائيلية. حاولوا جاهدين أن يسيطروا على مسار الحرب وتحدثوا عن الخسارة الربح التكتيكي والخسارة الاستراتيجية بأشكال مختلفة، ولكن يبدو أنه أيضا توقعاتهم بأنه كانت الحرب يفترض أن تنتهي خلال أسابيع أشهر، الآن نحن في 100 يوم. إذن هناك شعور بأنه الجدول الزمني لنتنياهو لا يتفق مع الجدول الزمني لبايدن. بايدن كان ولا يزال يرغب في إظهار أنه يدعم الكيان الإسرائيلي بقوة، ولكن أيضا هو لديه أولويات ولديه أيضا طريقة في حماية الكيان. هو في تقديره هذه الطريقة التي يسلكها نتنياهو وطريقة الحرب غير مجدية، وكان هناك اقتراحات كثيرة رفضتها، من يعني منح السلطة الفلسطينية الأموال المحتجزة إلى موضوع تعديل بكيفية مسار الحرب والتركيز على الأمور يعني بشكل موضعي، إلى موضوع سماح بمساعدات أكثر، بدخول مساعدات، سماح لوفد الأمم المتحدة بدخول شمال غزة. وهذا الأمر الوحيد الذي تحقق وهو شكلي أصلاً لدراسة الأضرار. أيضا الحديث عن اليوم التالي ومن سيحكم غزة ورفض نتنياهو لمشاركة حتى السلطة الفلسطينية، وكانت مطالبته أنه ماذا يعني أنتم قلتم بأنكم
ستنجزون التطبيع مع السعودية؟ ماذا فعلتم حتى الآن؟ أنتم عاجزون عن تقديم يعني وعودكم التي وعدتم بها. إذن هو حاول يهرب من هذا الأمر، بالإضافة إلى أنه كان هناك تركيز على موضوع إطلاق الرهائن والأسرى قبل أن يتم توسيع الحرب. الآن تنتظر واشنطن حتى نهاية هذا الشهر أن يكون هناك تعديل جوهري في العملية العسكرية، ونجد أنه بالعكس حتى بعد زيارة بلينكين لم يتم هذا التعديل، التركيز بقوة على جنوب غزة وعلى خان يونس بطريقة وحشية مستمرة، المجازر مستمرة. إذن هذا التعديل ليس قادما. إذن بالفعل بدل أن يتصل بايدن عدة مرات في اليوم، الآن لم مر 20 يوم ولم يعد الاتصال. السؤال المركزي هو سيكون هل ستصدر واشنطن قرارها بإنهاء نتنياهو؟ لا، الطريقة الحقيقية هي أن يتم التخريج إسرائيليا، وبالتالي الخلاف قائم، وأيضا الكراهية لنقل الشخصية موجودة، ولكن بالنسبة للولايات المتحدة مصلحة إسرائيل الأساسية والتي تتجاوز نتنياهو. إذن نحن نلمس نوع من التوجهات لإيجاد مخارج لكيفية الإزاحة بنتنياهو، ولكن نتنياهو يدرك هذا الأمر وحاول شد العصب الداخلي وخاصة لليمين بالقول أن أمريكا تتدخل، ولا يحق لأمريكا أن تغير في حكومتنا أو في رئاسة الحكومة ونحن في حالة حرب. هذا هو القائم حاليا. شكرا جزيلا لك منذر سليمان مدير مكتب الميادين في واشنطن على كل هذه المعلومات والتفاصيل. رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية حيا جنوب أفريقيا ودورها في قيادة الاحتلال إلى محكمة العدل الدولية، وشدد في خطاب أمام مؤتمر المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب في طهران على أن الفلسطينيين لن يتخلوا عن المقاومة حتى استعادة حقوقهم المشروعة. أود أن أوجه التحية باسم شعبنا ومقاومته لدولة جنوب أفريقيا الصديقة التي قدمت الدعوة لمحكمة العدل الدولية بشأن ارتكاب الإبادة الجماعية من قبل الاحتلال الصهيوني ضد شعبنا في غزة. لقد كان طوفان الأقصى خطوة استراتيجية عظيمة لجأت إليها كتائب الشهيد عز الدين القسام لأسباب كثيرة، أبرزها تمادي الاحتلال الصهيوني بعدوانه على القدس والمسجد الأقصى وأهلنا في الضفة الغربية وفي الأراضي المحتلة عام 48، ومواصلة حصار قطاع غزة لأكثر من 17 عاما. إذن تحتضن العاصمة الإيرانية طهران المؤتمر الدولي للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب تحت عنوان طوفان الأقصى وصحوة الضمير الإنساني. مالك عابدة. لأجل فلسطين يجتمع هؤلاء العلماء والنخب الذين وفدوا من دول إسلامية وعربية عديدة. الجميع هنا يرى أن المقاومة الفلسطينية انتصرت على إسرائيل ميدانيا وإعلاميا وأخلاقيا، ولا خيار آخر سوى المضي قدما. المنطق الوحيد الذي يفهمه الاستكبار هو الصمود والمقاومة. الشعب الفلسطيني كان منذ البداية مقاوما ومناضلا ضد الاحتلال الصهيوني، والتطبيع ومحادثات السلام لم تجدي نفعا. الفلسطينيون ذو عزم وإرادة قوية، نقلوا النضال من الحجارة إلى الصواريخ باعتمادهم على أنفسهم. استمرار المجتمع الدولي بالسكوت أمام ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم يعني بحسب الحاضرين هنا ازدواجية في المعايير وسقوطا في امتحان الإنسانية لن ينساهما التاريخ. نطالب المجتمع الدولي بكسر الحصار على غزة وإرسال المساعدات والأغذية والمياه إلى السكان هناك، كما ندين التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من أماكن سكنهم. القدس بوصلة الأمة الإسلامية، وما يحدث في فلسطين من جرائم وإبادة يدل على أهمية الوحدة بين أطياف المسلمين في وجه الاحتلال. هذا تأكيد على الموقف الإسلامي الموحد تجاه القضية الفلسطينية، ويعزز وحدة الأمة، لأن المقاومة اليوم تحتاج إلى أن تكون الأمة جميعها وراءها.
نقف شيعة وسنة نظهر قوتنا للكيان. هو مجرد أن يرانا نقف في خندق واحد هي هزيمة له. هو لا يسر بهذا النظر، هو يريدنا متفرقين متحاربين. يؤكد الحاضرون هنا دعم المقاومة الفلسطينية بالأقوال والأفعال، فملحمة طوفان الأقصى لم تطح مشروع التطبيع فحسب، بل أيقظت ضمائر العالم على ظلم يعيشه شعب بأكمله منذ أكثر من 7 عقود. مالك عابد، طهران، الميادين. وإلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام نشرة منتصف الليل. دائما للمزيد من الأخبار والتقارير زوروا موقع الميادين في شبكة الإنترنت الميادين.net باللغات 3 العربية الإنجليزية والإسبانية. وإلى اللقاء.